جزاكم خير. ننتقل الآن لمداخلة أو كلمة من الدكتور رضا بن المبروك، وهو خبير في العلوم التربوية وشغل مناصب في وزارة التربية التونسية، دكتور علوم التربية من جامعة تونس ومتفقد عام للتربية ومدير المعهد العالي. دكتور رضا، هل أنت معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معكم تسمعونني؟ أهلا دكتور، تشرفنا بك وحياك الله معنا، شكرا لتلبيتك دعوتنا وحضورك وتشريفك لنا في هذا الحديث. شكرا لكم، الشكر موصول لكم لأنكم مكنتموني من هذه اللحظة السعيدة، هذه اللحظة التي يعني تجعلني أفتخر ومطمئن بأن الخير قادم لهذه الأمة بإذن الله. إن شاء الله. جميل، من خلال ما سمعته ومن خلال ما تابعته من أعمال ومن ملخصات قام بها الفريق المتميز، الفريق المتميز والمختلف المشارب والمختلف يعني الأقطار، والحمد لله هذه بادرة خير، بادرة خير، وكذلك تجعلني يعني أعتز بأن أقدم وأدلو بدلوي في هذا المشروع الذي حلمت به كثيرا في الحقيقة، وكنت طيلة مسيرتي التربوية وخاصة مسيرتي التدريبية ومسيرتي البحثية في الجامعة التونسية وفي الجامعات الأخرى، سواء في الخارج في العالم يعني الغربي أو في العالم العربي والإسلامي، كنت دائما أنادي بمن ينهض بهذا المدرس، بهذا المربي، بهذا المعلم، يعني ليكون عنصرا فاعلا وقادرا على البناء وقادرا على الفعل الحضاري وقادرا على الاستخلاف والبناء. طيب، يعني من خلال المواضيع التي أو المحاور التي رأيتها، رأيت أن المحور الذي اخترتموه كذلك يندرج يعني في إطار هذا المشروع، وارتأيت بأن الموضوع والعنوان المربي العصري أو المربي المعاصر، معناها مواصفات هذا المربي يعني جديرة بالاهتمام. اهتممت سابقا بهذا الموضوع، اهتممت به في مستوى يعني ما يسمى بالدراسات المعمقة، لما أعددت شهادة الدراسات المعمقة، ولما كنت مديرا للمعهد العالي لتدريب المعلمين أو لتكوين المعلمين، ثم في أطروحة الدكتوراه كان عنوانه آنذاك كذلك يعني التكوين الأساسي للمعلمين الجدد، يعني هل نبقي على هذه الملامح وعلى ملامح هؤلاء الخريجين والخريجات، هل نبقي على ملامح عادية يتصف بها مربي ومعلم العالم العربي والإسلامي، أم أننا نفكر في ملامح جديدة، يعني ملامح جديدة تجعل هذا المربي المتخرج من الكليات ومن المعاهد العليا قادرا على البناء الحضاري وقادرا على الاستخلاف وقادرا على الفعل الحضاري. فكان عنوان الدراسة آنذاك في أطروحة الدكتوراه بالأساس هو دراسة ملامح الهوية المهنية للمدرس الجديد، المدرس المعاصر، وكان ذلك من خلال مشروع بحثي عملي، باعتبار أنني قضيت تقريبا ما يقارب 10 سنوات بين إشراف وتأطير وتدريب للمعلمين الجدد في المعاهد العليا لتدريب المعلمين بتونس، وكذلك كإدارة معهد عالي. كان موضوع الأطروحة كان آنذاك، وموضوع البحث العلمي كان آنذاك حول الإشكالية التالية: هل يمكن للتدريب العلمي والعملي للمعلمين في المعاهد العليا وكليات التربية، هل يمكن لهذا التدريب العلمي والعملي النظري والعملي يمكن أن يفسح المجال، أن يرينا مخرجات بعد سنوات التدريب وسنوات التكوين، ملامح جديدة تبشر بأننا انتقلنا من المعلم أو المربي التقليدي الذي يمرر المعارف ويلقن المعارف، المعلم الحرفي أو صاحب الحرفة، المعلم اللي هو التقنيات، تقنيات التقويم وتقنيات الإعداد، إلى معلم أو مربي فاعل اجتماعي، إلى مربي قادر على التفكير والتأمل، مربي موظف للتكنولوجيا، موظف للتكنولوجيا ولعالم والتكنولوجيا الرقمية، ومربي يعني منخرط انخراط ولو جزئي في كل ما يتعلق بالوسائط أو ما يسمى بالملتي ميديا أو كل ما يتعلق بالتجديد التربوي، نعبر عنه نحن في تونس بالتجديد البيداغوجي. فكانت تجربة طبعا دامت 6 سنوات في البحث. كان الاشتغال على عينة عددها تقريبا 1800 طالب، 1800 طالب يدرسون بالمعاهد العليا لتكوين وتدريب المعلمين. هؤلاء يعملوا يعني يدرسون في معاهد مختلفة في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط وفي الشرق وفي الغرب على مستوى الدولة التونسية أو الجمهورية التونسية، وتابعناهم يعني لمدة تقريبا 3 سنوات، تابعناهم أكاديميا وتابعناهم عن أصول، وأردنا أن نقل فعلا هؤلاء تغيروا وخرجوا من بارادايم أو باراديجم أو منوال المدرس التقليدي، المدرس يكتفي تعليم القراءة والكتابة والحساب ويعني القيام بعملية التقويم وبناء الاختبارات والاكتفاء بإعداد الدروس وإعداد يعني تمشيات الدروس وإعداد الوضعيات، إلى مدرس متأمل مفكر باحث موظف للتكنولوجيا مجدد فاعل اجتماعي متواصل مع ذاته متواصل مع الآخر، له مهارات حياة، مهارات التفاوض، اتخاذ القرار، مهارة إدارة الذكاء العاطفي، مهارة الإنصات، مهارة حل المشكلات، مهارة النقد، مهارة الصمود، مهارة الإبداع. هذا أردنا أن نتابعه في هؤلاء المربين الجدد الذين تخرجوا من هذه المعاهد العليا بعد 3 سنوات. عملي كان ذلك، كانت فرضية، انطلقنا بفرضية. هذه الفرضية هي: هل أن التدريب الذي تقدمه المعاهد العليا لتدريب المعلمين في تونس وحتى خارج تونس، باعتبار أنني اشتغلت مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقا وقمت ببحوث ودراسات وألفت بعض الكتب مع الألكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتابعت التعليم والتدريب في العالم العربي، فلاحظت أنها قريبة من بعضها، جلها تخرجوا من كلية التربية مربون معلمون قادرون على التدريس، تدريس القراءة والكتابة والرياضيات، وقادرون على القيام بتقنيات وما يسمى يعني بعض الأدوات المهنة والحرفة، ولكنهم ليسوا بالفاعل الاجتماعيين، ليسوا بالقادرين على التغيير، ليسوا بالقادرين على التفكير، ليسوا بالقادرين على التدريب على النقد، ليسوا بالقادرين على التواصل الحقيقي، ليسوا قادرين على الفعل وعلى يعني يخرجون من المدرسة ولا يتركون أثرا خارج المدرسة. فمن ذلك قلت بأن العملية ليست سهلة، العملية ليست بسهلة، أن نخرج أجيالا من المبتكرين ومن المربين القادرين على البناء والاستخلاف والفعل الحضاري وعلى الاستفادة من التكنولوجيا والاستفادة من هذا العالم المتغير والاستفادة من هذا من كل ما جاء بالعولمة من إيجابيات وترك السلبيات، طبعا كل ما جاءت به يعني الاكتشافات الجديدة، وخاصة كذلك ما أبرزته وأفرزته جائحة كوفيد 9 كوفيد 19. يعني كذلك هناك بعد ما قمت بهذا البحث اكتشفت ان هناك مهارات حياه جديده لدى المربي والمدرس يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في تدريب المعلمين الجدد، من ذلك التربيه على الصحه، التربيه على المواطنه، التربيه على يعني تقدير الذات، التربيه على بناء الثقه في الذات، التربيه على اداره النزاعات واداره الصراعات، التربيه على اداره الزمن والوقت. يعني لذلك انا الفت فيها كتابا، هذا الكتاب الفته صدر سنه 2020 عن يعني صدر بتونس بعنوان التدريب الاساسي في سلسله مدرسون مدرساتنا بناة المستقبل. كان عنوانه التكوين الاساسي للمدرسين بتونس، التكوين الاساسي للمدرسين بتونس وقراءة في ملامح هويات مهنية. كانت إشكالية البحث العلمي الذي أجريته هو ما هي ملامح الهوية المهنية، الهوية التربوية التي تخرج بها هؤلاء بعد أن تدربوا ل3 سنوات في المستوى الأكاديمي والنظري والعلمي والمعرفي والعملي والميداني مع مشرفين ومع مربين في مدارس مختلفة موزعة في الحضر وفي المدر وفي القرى وفي الأرياف وفي المدن وفي العاصمة. تبين لي أن في نهاية الخلاصة التي خرجت بها بأن المعلم المعاصر، المعلم ما سميناه نحن بالمعلم يعني المدرس المهني، المربي المهني، حامل الرسالة، حامل فكر البناء والاستخلاف والإعمار في الأرض، ثم في نفس الوقت له الأخلاق المهنية والقادر على التواصل والقادر على الإصغاء والقادر على إدارة الذات والقادر على التواصل مع الآخرين والقادر على التشارك والقادر على النقد الذاتي والقادر على اتخاذ القرار والقادر على إدارة الذكاء العاطفي أو إدارة العواطف والانفعال، القادر على توظيف التكنولوجيا، توظيف الروبوتيك وتوظيف التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية. ما زال المجهود، ما زال يعني الملامح موجودة، ولكن لابد من جهد كبير، لابد من عمل كبير، لابد من عمل دؤوب حتى يعني نحصل على هويات مهنية تميز هؤلاء الخريجين بقدرتهم على الفعل الحضاري واعتبار العملية التربوية عملية يعني مرب أو قبل كل شيء مدرس، معلم، معلمة، ولكنه ليس بالموظف بل هو بالفنان. هو الفنان، هو القادر على الإبداع، هو المحب، هو العاشق يعني بين ظفرين، يعني بلغة ابن حزم العاشق لمهنة التربية والتعليم، القادر على أن يترك الأثر والقادر على قادر على الاستجابة لحاجات الأطفال والمراهقين، لأن نراهم في الحقيقة يعني خاصة في هذا العالم، العالم الذي يضج ويخوض مع الخائضين، نرى مراهقين ونرى يافعين ونرى طلبتنا سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو حتى في الجامعة تائهون. لا زالت يعني المستويات والمخرجات متنوعة على المستوى الأكاديمي، مستويات العلوم، كذلك على المستوى التكنولوجي، كذلك على مستوى استبطان القيم، إما استهتار بالقيم وإما تشدد وإما تطرف وإما عدم اهتمام بالقيم الأخلاقية الإسلامية والقيم العربية والقيم الإنسانية الخالدة. هم ضائعون، هم حيارى، هم يعني يعيشون بدون هدف، يعيشون بدون هدف، يعني ليست هناك بول لديهم، لا يعرفون إليه يذهبون. فبالتالي المجهود يجب أن يكون مضاعفا من قبل كل الباحثين وكل القادرين على الفعل التربوي سواء على مستوى البحث أو على مستوى التدريب. والحمد لله حصلت تجربة سابقة وإلى الآن أواصلها سواء بالتدريب عن بعد أو التدريب الحضوري في المراكز الوطنية أو الدولية في الغرب أو في تونس أو في بعض دول المغرب العربي أو في بعض دول الخليج. فأنا أرى أن المجهود منا يتطلب يعني يجب أن نبذل جهدا أكثر فأكثر لعلنا نخرج من هذه المهنيات وهذه الحرفيات التقليدية التي تكتفي بما عرف منذ تقريبا منذ سنوات ومنذ قرون إلى مهنية جديدة استوجبها القرن الواحد والعشرين واستوجبها الواقع الجديد والعالم الجديد، لأن كل ما هو حولنا قد تغير. إذا لابد أن نعيد النظر، ولا لا شك أن مؤشر عمران ومشروع وهذا المشروع الرائد، هذا المشروع الرائد أراه واعدا، لأنه يجمع كل الطاقات من كل الجهات من كل الأقطار للنهوض بأقوى سلاح، السلاح الفكري، وهو سلاح التربية والتعليم وسلاح العلم والمعرفة وبناء الفكر. هذا تقريبا حتى لا أطيل لأن الوقت تقريبا المخصص لي لا يتجاوز ربع ساعة، حاولت ألخص هذا. وإذا أردتم أن تأخذوا ملخصا جامعا هناك يعني شرائح موجودة هنا، إذا أردتم أن تأخذوها فلكم ذلك. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور رضا، الحقيقة كلام رائع وجميل، ونحن نتفق معك أن العولمة والتقنية وكوفيد منحتنا فرص يمكن يعني استغلالها، وأيضا يعني خاصة في جانب التعليم والمعلمين والتدريب فرص كبيرة. فجزاك الله خيرا، ونتمنى لك كل التوفيق لجهودك ولما تقدمه من علم وخبرات.